السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 86 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي. نواصل مع درس جمع وطرح الأعداد الكسرية. وصلنا الحصة الثانية، أطبق وأتدرب. لاحظوا معي السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 يقول: أحسب مجموع وفرق كل عددين كسريين لهما المقام نفسه كما في المثال. المثال شنو فيه؟ 1 على 2 زائد 3 على 2. منين جبنا 1 على 2 ومنين جبنا 3 على 2؟ لاحظوا معي هذه وهذه. علاش؟ لأن عندهم نفس المقام. فين درناهم؟ خدمناهم هنا، درنا المجموع ديالهم هنا، الجمع ديالهم هنا، ودرنا الفرق ديالهم هنا، الطرح هنا. هنا لاحظ 1 على 2 زائد 3 على 2 كيسهل العملية، لأن المقام واحد. 1 زائد 3 هي 4، و 2 هو المقام الواحد. 4 على 2 هي 2. نشوفوا الفرق بيناتهم. 3 على 2 ناقص 1 على 2، لأن كنديروا الفرق العدد الكبير. 3 على 2 ناقص 1 على 2 كتساوي 3 ناقص 1 هي 2، و 2 ناقص 2 هي عفوا كندير المقام 2 كنحطو هنا كما قلت لكم في الفيديو السابق. إذا هنا 3 ناقص 1 2، وهنا المقام 2. 2 على 2 هي 1. أي عدد كسري فيه البسط والمقام بحال بحال كيساوي 1. 5 على 5 1، 7 على 7 كتساوي 1، 1000 على 1000 1، مليون على مليون 1. اش كتعني؟ 2 مثلا 2 تفاحات قسمناهم على 2 ناس كتجيهم تفاحة لواحد، تفاحة وحدها هو الخارج. دابا ندوزو نشوفو شنو العددين الكسريين اللي عندهم نفس المقام هنا. بحال دابا هادي 12 على 12، نقلبو على اللي بحالها في النهاية هي هادي 9 على 12، ونخدموها هنايا، نديرو الجمع ديالها 12 على 12 زائد 9 على 12 شحال كتساوي؟ 12 زائد 9 شحال كتساوي؟ كتساوي 1 و 20. وهنا كيبقى نفس المقام، يعني كنعزلو واحد فيهم وكنحطوه. 21 على 12، 21 على 12 كنشوفو واش يمكننا نختزلوها ولا لا. 21 كنقلبو على لا من نقسموهم، نقسموهم على 2. 21 ما نقدروش نقسمو على 2 حيت عاد جينا فيها الفاصل. 12 ممكن نقسمو على 2، نقلبو على 3. 3 21 ممكن نقسمو على 3، شحال تعطينا؟ تعطينا 7. و 12 ممكن نقسمها على 3، شحال تعطيني؟ 4. هذا ب 7 في 3 21، 4 في 3 12. إذا هذا هو العدد الكسري المختزل. لان ديما كتشوف العدد الكسري كتقول واش عندي امكانيه نختزله ولا ما عنديش امكانيه. واضح؟ نمر الان للطرح ديالهم، يعني نديروا الفرق. 12 على 12 ناقص 9 على 12. 12 ناقص 9 شحال؟ 12 نقصنا منها 9 غتبقى لي 3، وكنديروا المقام هو 12. 3 على 12 نحاول نختزلها، نشوف لما نقسمو على 2 ما نقدروش نقسمو 3 على 2 غتجي فيها الفاصلة. نحاول نقسمها على 3، 3 على 3 كتساوي 1، و 12 اللي قسمتها على 3 تجيني 4. إذا هو المختزل هو 1 على 4. نمر لي العددين الكسريين المواليين اللي عندهم نفس المقام، هو 7 على 3 و 2 على 3. إذا نديروهم، نديرو الجمع ديالهم 7 على 3 زائد 2 على 3. 7 زائد 2 على 3 شحال كتجي؟ 7 زائد 2 على 3 كتساوي لي 9 على 3. وهاد 9 على 3 ممكن نختزلها. شنو عندي؟ غنحاول نقسم هذه على 3 وغادي نقسمها على 3. إذا شحال غتجيني؟ 9 على 3 هي 3، وهاد 3 على 3 هي 1. إذا 3 على 1 شحال كتساوي لي 3 على 1؟ هي 3. 3 تفاحات اللي عطيتهم شخص واحد هي 3، ما عنديش فين نكتبها هنا، عندكم 3 الفوق، الخارج هو 3. هنا 3 على 1 هي 3. نمر الآن للطرح.
سبعة على ثلاثة ناقص جوج على ثلاثة شحال كتساوي؟ هذه هي خمسة على ثلاثة، وهذه ما عندي ما نختزل فيها، غتبقى هي النيس خمسة على ثلاثة. واضح؟ نمر الآن للتمرين رقم خمسة. نعرضوا معايا التمرين رقم خمسة. قال لك جيفيكتو لو كالكول، ندير هذه العملية الحسابية مثلا جوج على أربعة زائد واحد على جوج نحسبها، اي جو ريدوي ونختازل، هادي نحسبها نحسب هادي ونحسب هادي ونحسب هادي ونختازل إذا ممكن، طون كي لي بوسيبل يعني إذا كان ممكن، بوي جو كولوري سولون لي ديريكتيف، ونلون على حساب اللون ديال، لا خرجت لي واحد اللون بالزرق، خرج لي الخارج 8 على 3 اللون بهذا الوردي. واضح؟ واضح العملية. خرج لي الخارج ديال شي وحده في هادو واحد لونه بالزرق هذا اللون، خرج لي 8 على 3 لونه بهذا اللون، وعنا تفهمنا. واضح؟ اذا نبداو نخرجوا العمليات. هنا نبداو بهذه الاولى جوج على 4 زائد واحد على جوج شحال كتساوي؟ اذا هذه خصني نردها هذه او هذه نردها هذه، نديرو الضرب حسابنا من 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 هذا، شحال تولي جوج على أربعة زائد هاد جوج خصني نردها أربعة، إذا نضربها بجوج، جوج بجوج، ومادام ضربت هادي جوج بجوج تا الفوق غنضرب واحد بجوج، شحال كتساوي هادي؟ جوج على أربعة زائد جوج على أربعة، شحال كتساوي هادي؟ جوج على أربعة زائد جوج على أربعة، كتساوي هادي؟ جوج زائد جوج الكل على أربعة. وشحال كتساوي جوج زائد جوج الكل على أربعة؟ هي أربعة على أربعة. وشحال أربعة على أربعة؟ هي واحد. فهمتوا؟ إذن هذه سوات لي واحد، وفين هو اللون دو واحد؟ هو هذا. إذن شنو عندي؟ هذه اللونها بالزرق، ما تقاش تبان لي مزيان، المهم أنتم فاهمينها. أنا عندي هذا الملون غيغطي على كلشي، ولكن أنتم عاقلين عليها. هي هذه، ها هي، هي هذه، هذه هي العملية اللي كانت هنا. واضح؟ نمر الآن العملية الموالية. العملية الموالية نديرها بلون آخر باش ما يتخلطوش. هي جوج زائد جوج على ثلاثة، جوج، إذا جوج هي جوج على واحد زائد جوج على ثلاثة. نخرجوا العملية. إذا كيفاش نوحدو المقامات؟ خصنا هاد الواحد يولي لي ثلاثة، جوج على واحد في ثلاثة، إذا تا الفوق خصني نضرب في ثلاثة، زائد جوج على ثلاثة، شحال كتساوي؟ جوج في ثلاثة هي ستة على ثلاثة، زائد جوج على ثلاثة، شحال كتساوي؟ ستة زائد جوج هي ثمانية على ثلاثة، وفين هي ثمانية على ثلاثة؟ هي هادي، إذا لونها بنفس اللون، هادي راه هاد اللون. من خرجت لي 8 على 3 اللون بهذا اللون ديال 8 على 3. نمر الان للعمليه المواليه، هي 7 على 5 ناقص 4 على 10. 7 على 5 نقصوا منها 4 على 10، خصني نوحد المقامات، اذا هذه خصني نردها 10، شحال كتساوي هذه؟ 7 في 2 و5 في 2 باش تولي 10 ناقص 4 على 10 شحال كتساوي لي؟ كتساوي 14 على 10 ناقص 4 على 10 كتساوي 10 ناقص 14 ناقص 4 هي 10 على 10 كتساوي 1، وفين هي اللي كتساوي 1؟ هي الزرقاء، اذا نلونها بالازرق، اذا هذا نلونها بالازرق، نلونها بالستيلو باش تبقى باينه شويه. نتوما لونوها بملون، انا ما عنديش الملونات الخشبية ما عنديش، المهم هي واضحة. ندوزو اللي موراه، أنا هادي سبعة على خمسة زائد أربعة على عشرة ناقص، عفوا ماشي زائد، واضح. ندوزو اللي موراها هي هادي، حداش على ثلاثة ناقص واحد، حداش على ثلاثة ناقص واحد، وهاد واحد عرضوه ناقص واحد، نزيدو نعاودوها هنا باش نبينها لكم،
هي 11 على 3 ناقص عندي الغرض بثلاثة، إذن عرضها 3 على 3 كتساوي 11 ناقص 3 شحال؟ 11 ناقص 3 8 على 3، وفي نهاية 8 على 3 لما كتشبه هي هذه، إذن نلونوها بنفس اللون ديالها بتفهمنا كيفاش كيفاش خرجنا هادشي. نمر الآن للتمرين رقم 6، لاحظوا معايا التمرين رقم 6. التمرين رقم 6 ماذا يقول؟ أحدد بعلامة في الزجاجتين اللتين يجب إفراغهما في الزجاجة الفارغة لتمتلئ بالكامل. هذه الزجاجة هذه خاوية، وعندنا جوج زجاجات يقدروا يعمروها، نديرهم بجوج وحدة فوق وحدة يعمروها. لا درت هذه وهذه شحال غتولي؟ 3 هنا 1 2 3 وهنا 4 5 6 7 وهنا شحال عندنا؟ 1 2 3 4 5 وهذه غتولي لنا 7. لا ما نسمحلناش، نجربوا هذه مع هذه 1 2 3 4 5 وهذه 1 2 3 4 5. اذا هذه هي اللي غتصلح هذه وهذه. علاش؟ لان هنا كاينه 5 الاجزاء على 5، وهنا كاينه 3 وهنا كاينه 2 هي هذه. دابا هذه غتوصلها لهنا غتعمرها عندنا، وهذه غتكمل هاد الجوج اللي بقاو باش غتولي لنا عامره كامله. انا نوريكم دابا هذه غتجيبها حد هنا، هذه فهمت، غتجيبها حد هنا، الاخرى غتوصلها للفوق. هاد الجويجات هادو يوصلوها الفوق، هادو هما اللي يعمروها كاملة. إذن هادي هادي وهادي فهمتوا دابا الفكرة؟ إذن أكتبوا مجموع العددين، إذن أحدد بعلامة في الزجاجتين اللتين يجب إفراغهما. العلامة في الزجاجتين اللي نفرغهم هي هادي و هذه. اكتب مجموع العدد الكسري، العدد الكسري اللي كاين هنا شنو هو؟ هو 3 الاجزاء من 5، اذا 3 على 5. هنا العدد الكسري هي 2 من 5 اجزاء، يعني 2 على 5 شحال كتساوي؟ 3 زائد 2 هي 5 على 5. 5 على 5 شحال كتساوي؟ 1. 1 هي القرعه كامله، 1 قنينه واحده. واضح؟ نمر الآن للتمرين رقم 7، التمرين الموالي. لاحظوا معي التمرين 7 يقول: أحيط المجموعة أو الفرق بعد إنجاز العملية في دفتري وأختزل إن أمكن. إذا ندير العملية ونشوف فين هو اللي صالح، واش هاد البطاقة هادي واش المجموع ديالها ولا الفرق ديالها هو هذا أو هذا أو أو هذا. واضح؟ نديرو العملية في الورقة، تابعوا معي. إذا 1 زائد 2 على 3 تساوي هذا، باش نردو تسهل عليا العملية نوحد المقام خصنا نردها 3 على 3. 3 على 3 زائد 2 على 3 شحال كتساوي؟ هي 5 على 3. فين هي أنا 5 على 3؟ هي هذه. العملية سهلة، ندوزو لهاد العملية الموالية يوها بلون مغاير. 3 على 2 ناقص 1، هاد الواحد باش ردو 2 شنو غندير؟ 3 على 2 ناقص 2 على 2. علاش 2 على 2؟ لأن 2 على 2 كتساوي 1. من تشوف 1 دير أي مقام عجبك ودير يكون بحالو البسط بحال المقام. إذا تساوي 3 ناقص 2 هي 1 على 2. فين هي 1 على 2؟ هي هاد. واضح؟ نمر الآن للتمرين رقم 8. جو كالكول بوي جو ريدوي طون كيلي بوسيبل، بحال هاد العملية هادي، ولكن قال لك هنا أحسب وأختزل. كيفاش غنديرو نحسبو ونختزلو؟ لاحظوا معي. إذا جوج على 3 زائد 3 على 5، انتبه، جوج على 3 زائد 3 على 5. نقلب على كيفاش ندير نوحد المقامات، نقلب على المضاعف المشترك الأصغر، مضاعف مشترك أصغر. إذا جوج على 3 زائد 3 على 5 نضربوهم بعضياتهم شحال غتساوي لي؟ 3 في 5
ونفوق غنديرو جوج في خمسة ونضربو ثلاثة في ثلاثة. جوج في خمسة زائد ثلاثة في ثلاثة شحال كتساوي لي؟ جوج في خمسة عشرة زائد ثلاثة في ثلاثة تسعود على خمسطاش. إذن هي عشرة. نعاود دابا نكتبوها هنا. عشرة زائد تسعود على خمسطاش. غتقولي منين جاتني هادي؟ هادي ضربتها في هادي باش نوحد المقام هو خمسطاش. جوج ضربتها في خمسة عشرة، ثلاثة ضربتها في ثلاثة هي تسعة، كتساوي لي تسعطاش على خمسطاش. ما عندنا ما نختزلو فيها، صافي كتبقى هي هي. نمر العملية الموالية. هنا جوج على ثلاثة ناقص ثلاثة على خمسة بنفس الطريقة. إذن شنو نقوله؟ جوج على ثلاثة ناقص ثلاثة على خمسة. ندير واحد كسر طويل ونضربو ثلاثة في خمسة. ثلاثة في خمسة تساوي لي خمسطاش. هنا جوج نضربوها في خمسة نجيبها هنا ناقص ثلاثة في ثلاثة كيما درت الفوق. شحال كتساوي لي؟ عشرة ناقص تسعة الكل على خمسطاش. وهي ندير هنا عشرة ناقص تسعة الكل على خمسطاش. شحال كتساوي لي؟ واحد على خمسطاش. وما عندنا ما نختزلو فيها. واضح. نمر الآن التمرين رقم تسعة. تمرين تسعة يقول: بمناسبة عيد الأضحى، شحال العيد الكبير، العيد ديال الحولي، عزيز خصص جوج على ثلاثة مما ادخره. عزيز واحد رب أسرة دار جوج على ثلاثة من داك الشيء اللي جمع، الفلوس اللي جمع. كان كيشيط مرة مرة كيشيط شي حاجة، جوج على ثلاثة من داك الشيء اللي شيط شرا به العيد الحولي العيد، وثلاثة على تسعود للوازمه. هنا هل بقي له ما يشتري به ثيابا لأبنائه؟ واش بقى له باش يشري الكسوة لولاده ولا لا؟ شرا قلنا جوج على ثلاثة شرا منه الحولي العيد، ثلاثة على تسعود اللوازم ديالو، يعني داك الشيء الشواية قطبان كذا كذا كذا، الشيء اللي يحتاج العيد. هنا واش بقى له باش يشري الكسوة لولاده ولا لا؟ أستعين برسم لتمثيل الوضعية. أحسب العدد الكسري المخصص للكبش ولوازم العيد وقارن وأستنتج. لاحظوا معايا مزيان، تبعوا معايا. إذن عندنا جوج على ثلاثة وعندنا على ثلاثة على تسعود. نديرو التمثيل اللي فيه تسعة ديال الأجزاء باش يسهل علينا. واضح؟ شتو؟ هذا فيه تسعة ديال الأجزاء. إذن نشوفو ثلاثة على تسعود بعدا هي الأولى باش تكون باينة لكم. ثلاثة من تسعود ياك، ثلاثة على تسعود هما هاد. أنا مثلت لكم ثلاثة على تسعود ديال اللوازم العيد. هنا قال لك جوج على ثلاثة، لكن أنا ما عنديش ثلاثة، عندي تسعود. ساهلة باش نديروها ثلاثة، ساهلة باش نديروها ثلاثة. أنا نقول لك غنديروها، تبع معايا. خصك جوج على ثلاثة، هاد الشيء غنوزعو على ثلاثة. ها جزء، ها جزء الثاني، وها جزء الثالث. ياك حنا وزعناهم على ثلاثة. شحال قال لك خصص عزيز جوج على ثلاثة؟ إذا جوج من ثلاثة الأجزاء، هذا هو الاختزال. هاي هنا كانت ثلاثة على تسعود، هنا دابا جوج على ثلاثة اختزلناها. إذا ثلاثة الأجزاء خدا منهم جوج أجزاء هما هادو. ها الجزء الأول، ها الجزء الثاني من دوك ثلاثة الأجزاء اللي كان ديال الفلوس اللي جمع. شنو بقى له؟ ما بقات له حتى حاجة. صافي مسكين كمل. هاهي من بانت لك جوج على ثلاثة كتقول واه جوج على ثلاثة وثلاثة على تسعود راه باقي له، فهمت؟ لا، راه جوج على ثلاثة يعني هذا كامل غنقسمو على ثلاثة الأجزاء، ها الجزء الأول ها الجزء الثاني ها الثالث. وهنا ثلاثة على تسعود راه هي ثلاثة الأجزاء، خصني نقسمها بعدا على تسعود. شوف الأجزاء كيوليو معايا صغيورا، نقسمتها على تسعود ها ثلاثة منها هي اللي بقات اللوازم، والعيد ها هو شوف شحال كلا، كلا هاد كلا من جوج على ثلاثة راه هي ستة، هانت جوج على ثلاثة. هاي هي ستة على تسعود تساوي جوج على ثلاثة. ها هما ستة من تسعة، ستة على تسعود والأخرى راه ثلاثة على تسعود. شتو هادي تاني؟ إلا بغينا نردوها نزيدو نختزلوها شحال تولي؟ ثلاثة على تسعود شحال تولي؟ غتولي واحد على ثلاثة. هاد ثلاثة على تسعود راه هي واحد على ثلاثة، وهاد ستة على تسعود هي جوج على ثلاثة. فهمت دابا الفكرة؟ إذن هل بقي له ما يشتري به ثيابا لابنائه؟ لا.
استعين برسم لتمثيل الوضعيه هو هذا الرسم اللي وريتكم، اما بقى له حتى حاجه كلشي عامر. انا احسب العدد الكسري المخصص للكبش ولوازم العيد. العدد الكسري المخصص للكبش هو 2 على 3 زائد لوازم العيد هي 3 على 9. كيفاش كنديروا نوحدوا المقامات؟ كما قلت لكم هاد 3 ممكن تولي 3 ممكن تولي 9 نضربوا في 3 او 9 ممكن تولي 3 نقسموا على 3. انا نجربكم اللي بغيتو ديروها ديروها غيخرج لك نفس الخارج. 9 نقسموها على 3 اذا هي تساوي 2 على 3 زائد هاد 3 نقسموا على 3 عطينا 1 على 9 نقسموا على 3 هي 3. شحال كتساوي لي؟ 2 زائد 1 هي 3 على 3 و 3 على 3 هي 1 وداك الواحد هو داك فلوس اللي جمع، هي ديك الحصيصه اللي جمع هي اللي كتمثل لي 1. وقارن واستنتج. استنتج 6 انه لم يتبقى لعزيز شيء مما ادخره. صافي ضرب الحصيصه كامله جمعناها واضح. وهكا كملنا الصفحه 86 الى اللقاء.